استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية البروفيسور فيصل الملا، والذي أهدى سموه كتاباً من تأليفه بعنوان مدخل في البحث العلمي في علوم التربية البدنية والرياضية. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود التي بذلها البروفيسور الملا في إعداد هذا المؤلف القيم، متمنيا سموه له مزيدا من التوفيق والنجاح في مسيرته الأكاديمية والعلمية. بدوره شكر البروفيسور فيصل الملا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على استقباله وحرص سموه على دعم الأكاديميين والباحثين والمؤلفين من الرياضيين في المملكة، مؤكدا أن ذلك يعكس ما يوليه سموه من اهتمام بالغ بالجانب العلمي والمعرفي من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية. ويحتوي هذا الكتاب على 7 فصول رئيسة، حيث يتناول المؤلف مفهوم البحث العلمي وعناصر مخطط البحث العلمي وأنواع مناهج البحث العلمي الأكثر استخداماً في علوم التربية البدنية والرياضية والعينات البحثية وأدوات جمع البيانات في البحث العلمي وكيفية كتابة تقرير البحث وتقويمه. الجدير بالذكر أن البروفيسور فيصل الملا أحد الكفاءات الأكاديمية والبحثية البحرينية الغزيرة في العطاء العلمي، حاصل على درجة الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة من جامعة نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وله العديد من البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والمؤلفات والإصدارات التي تدرس في بعض الجامعات العربية ومئات المقالات المنشورة في الصحف المحلية والعربية.